كلمة مرة أخرى للزميل المطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون المشاهدين الكرام، تستمر هذه الانطلاقات الصباحية في هذا اليوم الخاص بسن الحقائق في سباقنا المحلي الثالث، حيث بدأ قبل قليل شوطنا الثامن الخاص بالقعدان. نبدأ مباشرة في هذه الانطلاقة القوية، الانطلاقة التي تجمع بين شعارات حاضرة من أبناء الخليج. نتابع الصدارة ونتعرف معكم على من يحتل ويستحل ويسيطر على مقدمة وصدارة هذا الشوط، شعار اللي يتقدم. هذا هو الباز عبد الله بن علي بن عبد الله العطية مع المركز الأول ومع صدارة ومقدمة هذا الشوط. المركز الثاني ينطلق فيه شعار بن دبعان على المركز الثاني، يندفع في هذه اللحظة في هذا الانطلاق، بينما التدخل من الدرعي سالم بن عبيد بن حمد بالحمر المري هنا على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الآخر الرقم 6 الوكير زايد بن مطر بن ضابط الدوسري. المركز الرابع رقم 1 مع الواعد بخيت بن راشد بن مقبل المري. المركز الخامس هنا المتواجد والمنطلق ناموس محمد بن حمد بن سالم آل نابت المري. أيها الإخوة متابعين الكرام، هذه النتيجة الأولى، ولكن شوفوا المتدخل شعار الزعبي يتدخل وينطلق مع السيف محمد بن حمد بن راشد العذبة هنا على المركز الثاني، ينطلق من العمق حاملا شعار غني عن التعريف في هذه اللحظة على المركز الثاني. نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المقدمة، إلى ناموس على المركز الأول. ناموس على الصدارة محمد بن حمد بن سالم النابت المري. المركز الثاني شعار العذبة مع السيف محمد بن حمد بن راشد بن محمد العذبة مع المركز الثاني. المركز الثالث يتدخل وينطلق الباز عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. المركز الرابع الواحد هنا بخيت بن راشد بن مقبل ألف هيد المري. المركز الخامس شعار بالحمر على المركز الخامس مع الدرع سالم بن عبيد بن حمد بالحمر المري. هذه النتيجة الأخرى، النتيجة الثانية متابعينا، ولوحة الكيلومتر الأخير. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير. ناموس مع المركز الأول، ناموس على الصدارة، ناموس مع المركز الأول يبحث عن الناموس محمد بن حمد بن سالم المري مع المركز الأول مع الصدارة والمقدمة في هذه اللحظة مع المركز الأول حاملا هذا الشعار المميز. المركز الثاني الواعد بخيت بن راشد بن مقبل المري، ويتدخل في هذه اللحظة وينطلق اسم جديد شعار باللحيم مع المركز الثاني الدرعي سالم بن عبيد بن حمد بالحمر المري. المركز الرابع شعار العذبة مع المركز الرابع مع السيف محمد بن حمد بن راشد بن محمد العذبة، ولكن عودة إلى المركز الأول. الناموس مع الناموس، الناموس، الناموس محمد بن حمد بن سالم آل نابت المري مع المركز الأول يبحث عن الناموس. إن استمر الناموس، إن استمر الناموس سوف ينتزع الناموس. بالفعل ينطلق في هذه اللحظة انطلاقة أخيرة. الناموس، 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 الناموس يراع الناموس، الناموس، وتستاهل الناموس يراع الناموس. الناموس مع المركز الأول، هذا هو الناموس محمد بن حمد بن سالم آل نابت المري، ينتزع ناموس هذا الشوط. بالفعل دون يا أشرف، هنا ناموس مع المركز الأول محمد بن حمد بن سالم آل نابت المري. تهانينا والناموس. المركز الثاني الدرعي سالم بن عبيد بن حمد بن الحمر المري. المركز الثالث السيف محمد بن حمد بن راشد بن محمد العذبة. المركز الرابع
المركز الرابع شامان محمد بن سعيد بن مبارك بن جهوير المري. المركز الخامس بارود على المركز الخامس راشد بن محمد بن جاسم آل جابر المري. أيها الإخوة المتابعون، هذه النتيجة كاملة مكملة لحضراتكم. مراكزنا الخمسة الأولى بطبيعة الحال، جوائزنا حتى المركز العاشر جوائز قيمة رصدت من اللجنة المنظمة للسباقات الهجن، وهذا هو ناموس، وبالفعل يستحق الناموس مالك ناموس. 4:37 8 أجزاء من الثانية، محمد بن حمد بن سالم آل نابت المري. تهانينا يا راعي الناموس على هذا الفوز. المركز الثاني شعار بن الحيمر، 4:40 6 أجزاء من الثانية، الدرعي سالم بن عبيد بن حمد بن الحيمر المري. ووصل بالمركز الثالث الشعار الغني عن التعريف، 4:41 5 أجزاء من الثانية، السيف محمد بن حمد بن راشد بن محمد العذبة. تهانينا والناموس.